ها هي البداية إذن. محرز، يسدد الكرة. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. لمسة إلى الهجوم. إبراهيمي، احتكاك. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. الحارس أكثر من نصف الفريق. شوف اللقطة، شوف التألق، شوف ردة الفعل، شوف شخصية حارس المرمى وقبضة الحديدية. يبعد الكرة إلى بر الأمان. يلعب كرة بينية، يرسلها إلى منطقة الجزاء. رياض محرز، لمسة بينية. ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. استقبال جميل من جانب سليماني. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. حكيم زياش يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. إبراهيمي، الله على الكرة جميلة. سليماني، والكرة راية بعد ذلك وتسلل. كرة طولية من الحارس. حكيمي يرتكب مخالفة واضحة جدا. يحاول أن يلعب كرة بينية. موجود لإبعاد الكرة. عدت الكرة. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. تسديدة من أول لمسة. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. الكرة ملعوبة من مسافة. إبراهيمي، سليماني، بينية إلى رياض محرز. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. رياض محرز يمر ويلعب كرة، والتسديد. جول للجزائر. لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات.
الجزائر تنطلق صافرة نهاية ونهاية الشوط الأول. نتيجة لا تعبر عن مجريات الشوط الأول، كان هناك سيطرة واضحة تماما، تفوق كبير بأتبع الكلمة، لكن الفرص لم تستغل، وبالتالي فإن النتيجة بقيت على 1-0. فصل آخر من الإثارة، اللاعبون يعودون من غرف تبديل الملابس. الجزائر يجب أن يحافظ على تركيزه وعلى تقدمه، وإن كان أيضا الهدف الوحيد لا يبعث على الاطمئنان، لابد من بحث عن هدف ثاني لتأكيد هذا التقدم والانتصار. زياش يلعب كرة بينية، فرصة هجوم معاكس، لمسة بينية، رياض محرز تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، يحاول أن يلعب كرة بينية، يبحث عن المهاجم، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. إبراهيمي لاعب في وضعية رائعة على الطاير، فرصة من جديد ويعود بالكرة إلى الوراء. إبراهيمي سيشعر بالتأكيد بالحزن على إضاعة هذه الكرة، لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. يونس بالهندا، يحاول تمريرها من بين المدافعين، انصري وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، الهدف جاء في نهاية الشوط الأول، النتيجة 1-0. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. محرز إمكانية مرتدة الآن، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. وصلت إليه، يحتسب الحكم ركلة حرة، قد تكون هذه انصري، كرة كانت قريبة جدا على أعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير بعد. انصري الدفاع كبير، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. يمر ويلعب كرة بينية، الآن فرصتهم للمرتدة، فاتت ومرت وصلت إليه. حكيم زياش في هذه الدقائق الأخيرة لابد أن يتحلوا بمزيد من الشجاعة، من التركيز، أن يلحقوا بهذه المباراة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعب كرة بينية، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة.
الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة. يمكن اعتبار هذا نصرا للمدافعين الذين حافظوا على